مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم وسعيدة بالتواصل معكم، وبكل حب كنحييكم. أكيد أنه كثير منا كيطرح أسئلة حول الاحتفال بعيد الحب، بين القصة ديال القديس والتفاصيل التجارية لهذا اليوم هذا وما يرتبط به من هدايا ومن تقديم عربون المحبة. ولكن كنسى واحد المسألة، هو أنه إحنا في الأصل الدين ديالنا وصطنع لأننا نتهادو باش نتحابو، وصطنع لأنه الكلمة الطيبة صدقة والابتسامة صدقة، وأنه كل ما قدرنا نخلقه فرصة للفرح فهي من الشيم ديال الديانة ديالنا بطبيعة الحال إلى خديناها بهذا الإطار هذا. أيضا لنفسنا علينا حقا، طبيعة الحال كلنا كنحتاجو الكلمة الزوينة، كلنا كنحتاجو الكلمة الحلوة، كلنا كنحتاجوا للاهتمام، كلنا كنحتاجوا للتقدير. ولكن كيتطرح سؤال، اشنا هي مشكلتنا مع الحب؟ علاش عندنا عقده من كنبغيك؟ علاش كنديرونجا ولا قلنا لشي حد راك عزيز وغالي؟ واحيانا كنلقاو راسنا ما قادرينش نعنقوا داك الانسان اللي قدامنا. علاش بالنسبه لنا كنشوفوا الحب فقط في علاقات، ما كنشوفوش الحب ما بين الوالدين، ما كنشوفوش الحب في الوليدات، ما كنشوفوش الحب في الازواج، وما كنشوفوش حتى الحب في العلاقات اللي ما قبل الزواج. ربما بالنسبة للناس كثيرة ارتبط المعنى الحقيقي للحب بالجنس، ونسينا بلي الحب مشاعر والحب أحاسيس اللي احنا كنحتاجو أننا نقدموها ونستقبلوها أيضا. لهذا الغرض اليوم حاضرة معي ومشرفاني الأخصائية ليلى العمراني، أخصائية نفسية مختصة في العلاقات الزوجية. مرحبا بلالا ليلى. الله يبارك فيك، انا نشكرك بزاف لهذا الاهتمام والانفيتاسيون ديالك. انا فرحانه بزاف اللي نقدر نبارطاجي مع لي زوديتور باش يفهموا اكثر واكثر ان شاء الله. الله يحفظك، وحتى انا سعيده باش نستقبلك معايا، بارك الله فيك. طبعاً الحال راه يمكن لكم تتابعوا لالا ليلى عبر الانستغرام ليلى العمراني. طبيعه الحال يمكن لكم تتابعوا مجموعه من الفيديوهات اللي كتقدمها واللي فيها مجموعه من النصائح اللي كتهم الحياه الزوجيه واللي كتقدمها بكل حب. اذا المبدا ديال الحب راه هو حاضر في حياتنا بغينا ولا كرهنا، ياك لالا ليلى؟ اكزاكتومون. الحب هو شيء مهم، راه الحب تنصيبوه مع اولادنا، مع اصدقائنا، مع عائلتنا، وعاد مع الزوج ديالنا. لا لا لا، السؤال اللي غادي نطرحه عليك، اشنو هي مشكلتنا حنا كمغاربه مع الحب؟ علاش كنشوفوه ضعف او لا احيانا كنشوفوه استسلام، والراجل بالقوه ديالو بكبرياء وما خصوش يبين الحب ديالو، والمراه حتى هي بالشموخ ديالها ما خصهاش تبين الحب ديالها، وبالنسبه لنا مساله اللي هي ايوا صافي ما لقيت ما ندير، ما لقيت انا باش ندير نجي نعبر على الحب. شنو هي العقده اللي عندنا حنا مع الحب؟ علاش عندنا المشكل؟ ما معاوناناش اللغه، ربما لهجات اخرى كتكون سهله الكلمه وكتكون حلوه ورطبه، حنا عندنا صعوبه يعني في اننا نلقاو مصطلحات اللي نعبروا بها على المشاعر. تنظن ان اللغه العربيه هي لغه هي غنيه في الكلام الحب، تنظر هي من اغنى لغات في كلام الحب. دونك سي با اللغه اللي هي كونسيرني نهائيا، هي التربيه ديال داك الطفل او الطفله. اول شيء الطفل هو غير على الطفله. دابا الوليد ملي تولد تكبر تقول له باه امو عندك تبكي، عندك يعني وتعبر على المشاعر، يعني هذا ضعف. لا قلتي دابا عبرتي على المشاعر ديالك، هي انت تضعف مع الانسان الاخر. دونك هذا ديجا الولد تيسجلو في الدماغ ديالو وتيعتقد ان لا عبر على الشعور ديالو، راه هذا شيء سلبي ماشي ايجابي. دونك هو تيسجلو في الدماغ ديالو، ملي تيكون مع شي انسانه تيحبها وعندو تيحس بقلبو تيضرب، داك جميع لي سين يعني فيزيك وبسيشيك، ولكن ما تيقدرش تجيه صعوبه باش يعبر على الحب بكلام، يعني مثلا نحبك او اي كلام اللي تيشبه لها اللي تيشبه الحب. وكاين حاجه واحده اخرى اللي هي مهمه، ان احنا المغاربه اللي لاحظت بزاف ما تيقولوش انا، تيقولوا تو انت، ماشي انا.
حتى الهضر. واحد المره كنت جالسه واحد الجريده وتنط واحد السيد، كان داك الوقت الكابين تليفونيك ما كان مازال ما كان لو تليفون بورتابل هذا كوما، وتيقول السيده اللي تيحبها سي سور، تيقول لها حنا توحشناك وحنا بغينا نشوفو غير حنا. ما عمرو ما قال، تيهضر مع خمسه دقائق ان هو زعما تيحبها، هو مشتاق لها، هو بغى يشوفها. دونك عندنا واحد المشكل ديال نعبروا على انا بغيت وانا تنحب وانا اشتقت لك وانا بغيتك. والبنت هي كذلك عندها تتكبر بال يعني ان تعبر على الحب عيب، ولوغ كو الحب شيء بسيط اللي خصك تعلمو. اول شيء مع الاهل ديالك، مع خواتك، تحب الخوات ديالك وتحترمهم، مع الجيران ديالك، مع وحنا ماشي مع الاصدقاء. فوالا هو مبدا الحب، هو كيف ما قلتي هو مبدا كيمشي في التربيه، لانه ربما هذه المناسبه ما كتجيش فقط غير باش يتلقى وجود العشاق، وربما الطريقه اللي كيتم التواصل او الطرح اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيكون فيها واحد النوع من السخريه اللي كترمز فقط العلاقات اللي بغينا نقولوا العلاقات الفرديه كتجمع ما بين جوج الناس، ولكن ما كنستحضروش ايضا باللي هي فرصه اللي ربما تكون فرصه باش نتقربوا من والدينا، من عائلاتنا، من وليداتنا، من ازواجنا، من صحابنا. يمكن ما كتجيش الفرصه طيله السنه مع ضغوط العمل، مع الخدمه، مع الله يحسن العوان كل واحد فاش خايض، ما كتجيش فرصه باش نقول لك كنبغيك. ولكن في واحد النهار يمكن كنهز التليفون الصباح وتنعيط لك وتنقول لك بون في دامور انا كنبغيك. كاينين الناس اللي كيشوفوا فيها اشكال وكيربطوها بانه هذا تعبير عن واحد الضعف معين اللي في الداخل، او لا خاصو يكون غير ما بين الازواج. فعلاش عندنا هاد ما غنقولش هاد لوبستاكل، ولكن عندنا هاد التخوف من اننا نقولوا لوالدينا مثلا كنبغيك واحد الصباح نهار 14 فبراير، لانه العالم كله كيحتفل في ذاك اليوم بالحب بغض النظر على التبعيات ديال القصه. غنهز التليفون ونتفكر الاب ديالي ولا الام ديالي ولا الاصدقاء ديالي ولا الناس اللي قراب لقلبي، اي فوالا الصباح كنقول لكم جو فوزام، يمكن بهديه، يمكن بكلمه، يمكن بعراضه، يمكن بكليسه، يمكن باش ما كان. علاش حنا كيبان لينا هذه المساله بلي شي حاجه اللي دو لوكس اللي خاصها تكون عند واحد الناس واحد المستوى معين؟ ايوا انا ما قيت ما ندير اللي غنمشي نبدا لقيت انا دابا حتى ما ناكل اللي غنمشي نبدا نشري الكادويات ديال عيد الحب شاد الخوا الخاويش هاد. علاش عندنا هاد العنف فاننا نتحفظوا على المشاعر ديالنا؟ عجبني هاد الكلمه اللي قلتي العنف، هذا يعني بلاصه الشغل بلاصه وبلاصه تعبير المشاعر بلاصتها، هذا ما خصوش لا فلوس لا حتى شي حاجه. تعبر على المشاعر ديالك مع الوالده ديالك، مع خواتك، مع الاصدقاء ديالك، هذا شيء مهم واكثر واكثر في هذا الوقت ديال الكوفيد. ان كل واحد فينا عنده بزاف الناس من العائله ومن الاصدقاء ومن الاصحاب اللي توفاو، يعني ناس كبار تقدروا نصيبوا بزاف الناس نعرفهم ان توفاو، وهذا هو اللحظه فين تقدر تقول ان اليوم خصنا نقدر نعيط لماما ولا نمشي عندها ونقول لها راني تنبغيك. والاب ديالك والاصدقاء ديالك، هذا شيء بسيط اللي هو تكبر بالانسان وتعطيه واحد تحس بشي حاجه زوينه بزاف اللي تعجبو وترتاح فيها. وتنتيا ملي تقول لذاك الانسان انك تتحبو وترجع لك بواحد السوغير، واحد الفرحه في الوجه، تنتي راه تفرحي حيت ماشي انت تعطي واحد لا رولاسيون دلامور ولا كلام الحب ولا تقول ولا تجيب واحد الهديه، راه ملي تعطيها تنتي راه ترجع لك شي حاجه اللي انت تتسنيها تتبغيها، يعني تيفرحوا بك وهذيك تنتي تتسنيه. الواحد ملي تيمشي يشري شي حاجه لشي واحد تيبغيه، يعني واخا تكون غير امك ولا ماماك ولا اختك، راه تتشري شي حاجه اللي هي ولا شيء، تقدر تشري غير وريضه ولكن هذاك تعني شي حاجه كبيره. نعم. اشنو هو التاثير النفسي للتعبير عن الحب على نفسنا حنا؟ الناس اللي كيقول لك لا انا ما نعبرش على الحب مثلا، ولا هاد البسالات، هاد الخوا الخاوي مثلا، ما قيت ما ندير، شنو اللي يمكن يكون تاثير يعني ظاهر على النفسيه ديالو الا تنازل واحد النهاريات وما شافو حد ودرع؟
ما عندولاش يتنازل ما يشوف واحد. تنظن ان كاينه في واحد لا بسيكو ادوكاسيون في المدارس وفي البيوت اللي خص الناس يبداو يكونوا اكثر عاطفيين ويتكلموا على اشياء اللي هي بسيطه المشاعر. انا تنحس بدا يبدا الانسان مع وليداته يقول لهم مره مره، يعني انا كاريمون كل نهار شنو تتحس، ما حدش ما حسش غير بالحب، بدات تبدا شنو تتحس، شنو هو مش شفتي هذا الفيلم شنو حسيتي، واش حسيتي ان بقى فيك الحال، علاش بقى فيك الحال، هذا هو التعبير على المشاعر. وغتخلي داك الطفل ملي هو صغير ما عندوش عيب تعبر على المشاعر ديالو، تيقولها بواحد البساطه، ملي هو تيقولها بواحد البساطه وانتيا كأم كأب تي لو فالوريز، تتهتم بهذاك الاشياء اللي تقول لك وتقول لهم ان هذا ايجابي تتعبر، غتخليه يعبر ولا تخليها تعبر بواحد السهوله ملي غتكبر بالمشاعر ديالها. نعم هنا لالا ليلى في مجتمعنا المغربي من الناحيه النفسيه والاجتماعيه علاش كنربطوا الحب بالجنس؟ بالنسبه لنا التعبير على الحب ربما قد تكون عنده مدارك ومفاهيم جنسيه، هو فقط يصلح ما بين طرفين لمصلحتين جنسيه، وبالتالي هذا مصطلح اللي بالنسبه لنا ما عندوش وجود بقدر ما عنده وضع اللي كيفرضوا يعني ك ك كوضع كيف ما قلت. انا نعاود نرجع للطفوله، ان الام والاب عندهم واحد الدور فين تيقدروا يقولوا لوليداتهم ان مني مشات اختك بحال دابا، اختك مشات تبات عند جداتها هاد الويكان ويبقى في الحال اختي بقيت بوحدي، علاش مقلق حيت بقيتي بوحدك، شنو تتحس، تتحس باختي تنبغيها فينا ما خلات عليا الفراغ بقى بلاصتها. وهذا هذا التعبير للمشاعر تتخلي الطفل يفهم ويعبر ان ماشي هي غير علاقه ما بين المراه والراجل اللي تيبغيو يكونوا غيتزوجوا ولا اي شيء، هي تقدر تحس بها ما تحس باختك اللي هي، اما واحد الصديقه ما بقاتش في هذه المدرسه، نفس المدرسه مشات واحد المدرسه اخرى ولا مدينه اخرى، هذا الشيء كل شيء تخلي الطفل يعبر على المشاعر ديالو، غتخليه يكون هذا الشيء عادي، وغيوصل العلاقه ديالو مع مراته غيقدر بواحد السهوله يعبر بلا ما يستحي بلا ما يحشم، غترجع شي حاجه عاديه، هو من الطفوله ديالو هو عبر. اما انا قلت للطفل ملي هو صغير ما خليتيش يعبر على مشاعره ودي محشومه، لا اختك مشات عند جداتها ما خصكش تقول ان بقات فيك ولا التا مونكي ولا خلات بلاصتها، خصك تكون انت قاصح، انت راجل، انت غتكون راجل، خليها تمشي الو كومون كيفاش بغيتي. هاد الطفل ملي غيكون راجل ويكون قدام المراه ديالو، المراه ديالو بقات تشوف الافلام الهنديه والتركيه والمكسيكيه ان هذاك السيد السيده تعبر على المشاعر، وهي تتسنى ذاك الوقت ان الراجل ديالها غيقول لها شي كلام وشي حاجه، هو ما يمكنلوش يقول حيت هو ما مولفش، حيت هو ما علموش، حيت هو ما انهم با فالوريزي، ما حطوش في المقام الايجابي هذاك المشاعر، هذاك الكلام اللي يقدر يقول، او كونتخي إلا كاستري هرسوه ملي بغى يقول ان اختو ملي مشات عند جداتها بقات فيه وخلات بلاصتها، قالوا انت راجل ما خصكش تقول هذا الشيء، خصك تكون صحيح، هذا غلط، حيت كل حاجه بلاصتها. هو كل ما ربينا ولادنا على الكبت كل ما كيكون تعاملهم مع الحياه بصفه عامه معقد، كلما كان التواصل وكلما تبنت العلاقه ربما على الوضوح وعلى انه ما هو طبيعي طبيعي وما خلق في الانسان هو خلق، فبالتالي كتكون العلاقه اكثر سلاسه، حتى ان وليداتنا كيقدروا انهم يديروا بزاف ديال الحوايج في حياتهم بواحد الاريحيه، وحتى التعامل كيكون سلس ما كيحتاجش لمجموعه ديال التعقيدات. انا غادي نرجع لواحد النقطه اللي شرتي لها لالا ليلى ديال المسلسلات التركيه او لا المسلسلات الغراميه، للاسف يمكن الجيل ديالنا والجيل ما قبل جيلنا جيل يمكن الاباء ديالنا كبروا بمسلسلات عبد الحليم وفريد الاطرش والعلاقات التي تنتهي بالنهايه السعيده الى غير ذلك، وغنجيو حنا من بعد، وربما في ذاك الزمان كان الحب عبر المراسله الرسائل وكتكتب قصائد من الشعر وكان الحب بواحد الذوق. غتجي المرحله ربما ديالنا حنايا اللي فيها واحد طبيعه العلاقات بواحد الشكل اخر، ولكن كنشوفوا اليوم مجتمعنا صبحت واحد الصوره
أصبحت واحد تطلعات أحياناً قد تفوق القدرة الواقعية ديال الناس. يعني كلشي البنات ولاو كيتسناو ديك لا دوموند دو مارياج اكروبي بواحد الشكل رومانسي، انها تعيش مع داك الزوج واحد الحياه رومانسيه، ما خاصوش ينسى عيد ميلادها، ما خاصوش ينسى عيد الزواج، ما خاصوش ينسى النهار الاول اللي تلاقات هي وياه، ما خاصوش ينسى عيد الحب، ما خاصوش ينسى. جميل اننا نخلقوا مناسبات بطبيعه الحال اللي نخلقوا فيها واحد الفرحه، ولكن احيانا كتصبح ثقيله على الكاهل ديال واحد الفرد اللي ما عاش وسط هذا الشيء، لانه العلاقه الزوجيه كتكون انت جاي بالحموله ديالك وانا جايه بالحموله ديالي وكنتلاقاو باش نتعايشوا، ما غتبدلني ما غنبدلك، وانما غنحاولوا نتعايشوا. مي كنحطوا نموذج نسائي او رجالي بهذا الشكل، بهذه الثقافه، بهذا التعطش للمحبه والتعامل برومانسيه اكثر مع واحد شخصيه اخرى اللي ما عندهاش نهائيا يعني في الدين ديال هذه الامور هذه، كنلقاو تصادمات. وربما مرت علي يديك لاله ليلى حالات مشابهه. اكيد اكيد اكيد، وتنضحك دائما حيت تنقول لهم داك الكتوبه، انا ديما تنقول لهم داك الكتوبه اللي قريتيهم ديال سونغيون ولا بلانش نيج وداك الشيء، هذاك الشيء كتوبه غير شدوهم، هذا غلط الواحد يقرا ويقرر البنات ديالو، يعني هذا غلط كبير ان تقراو البنيتات ديالكم غير هاد لي جونغ دو ليف سوندريون وهاد الاشياء، لا خصهم يكون عندهم اون كولتور جينيرال، ان ما كاينش الراجل تتحطو في هاد المستوى اللي هو صعيب كومين، وتتحط البنت في واحد المستوى يعني ديال لوبجي، لا المراه تبارك الله عليها امراه مغربيه، امراه قاده، تتحط عندها طموحها، تتحط واحد الهدف تتوصل له وداك الشيء، دونك ما خصهاش عاوتاني تسنى كل شيء من راجل. راجل من كله. انا كنربي البنت على انها كتسنى الحياه كلها من راجل، ماشي هو الجزء وانما هو الكل. ايوا هذا غلط، حيت لبقيتي تسنى كل شيء من واحد الراجل غتكوني كل حياتك غير سعيده. حيت الراجل غيقدر هو عنده ليستوار ديالو وتيجي بواحد واحد التربيه ديالو حتى هو، وما تيجيش بحال داك الافكار اللي بحال اللي قلتي نتيا تتسنى العيد ميلاد ديالها والعيد ميلاد ديال الزواج والعيد ميلاد ديال متلاقاو، هذا شويه بزاف على داك الراجل. الراجل غيقدر يدير على قدو وانتيا غتقدري تعاوني على قدو، ولكن الواحد اجمل شيء واحسن شيء هي كلمه الحب، وما كاينش غير الكلمه اللي تنقدروا نعبروا بها على الحب، كاين لي جيست، كاين ملي تنعيط لك وتنقول لك واش نعستي مزيان هاد الليله، هذا حب. ملي تمشي تكوني مسافره ونعيط نقول لك واش وصلتي على خير ولا عيطي لي ما توصل، هذا حب. ملي تنبغي نجيب لك سي ساندويتش انت تشهيتي، هذا حب. هادو كلهم كلام حب، ماشي كلام حب، ولكن هادو سو سون دي جيست ديال الحب، هذا راه حب. ما كاينش غير جو تام ولا انا تنبغيك، ماشي غير هذا هو الحب. يعني شويه خاصنا ننساو شويه الخيال، التصورات الخياليه ماشي هي الواقع، تقدر توقع وتقدر ما توقعش، وهذاك ماشي غير واقع. تنسنى ان الراجل غي يبا سو ميتر اكروبي باش يعطيني الخاتم باش يطلب مني الزواج، هذا يمكن غيدير لك شي حاجه احسن والطف، دي سوربريز اخرى، تتكون شي حاجه اطيب. ما خصوش بقى المراه تكون عندها دي كليشي، دي كليشي اللي تيجيونا من لي ميديا، هادو سو دي كليشي، باسكو كاين شي حوايج اللي تكونوا اطيب والطف اللي هما لي فالور، طقوس الحياه، هما اهم من يجيب لي خاتم ويكون على لي جنو ديالو باش يعطيه ليا، هذا ماشي اساسي. نعم. لا ليلى، بالنسبه ليك العلاقات اليوم، مي كنقولوا العلاقات يعني العلاقات ما بين الشباب مع بعضهم في اطار علاقه ما قبل الزواج، يعني كيتهيئوا باش يرتبطوا، اولا في العلاقات الزوجيه ديال اليوم فين كاين الخلل؟ لانه للاسف المحيط ديالنا متزوجين ولا مطلقين ولا عازبين، ما كاينش واحد الراحه اللي كتحس بها في كل، يعني كل واحد في الوضع ديالو الا وكيعبر على مجموعه من الامور اللي هي ضاره مثلا من هذا الجانب
ديال الحب وديال المشاعر بطبيعة الحال، وأحيانا حتى العلاقة الزوجية ربما كتولي فيها واحد يعني واحد الضغط، واحد شد لي القطع عليك، واحد الضاد على والو اللي كيهرس هذيك القيمة ديال العلاقة وديال المحبة. بالنسبة ليك كونك يعني مختصة وتجربة ديالك، فين عندنا الخلل في العلاقات؟ فين كنديروا المشكل؟ فين كنخلقوا هذيك الهوة اللي كيصعب أننا نعاودوا نسدوها؟ عرفتين مشكل ديجا حنا في واحد الوقت ان المرأة تطورات والراجل تطور واحد الاشياء، ما بقاش العلاقة ما بين المرأة والراجل غتكون بحال الاهل ديالهم، يعني هذا الجيل الجديد دونك كاين علاقات جديدة تتبنى على اساس جديد، حيت ولكن تتبقى هذاك لا كومباريزون، يعني تبدا الراجل يكومباري مع امه هو غلط، عنده امراه اللي هي غير مو، اللي هي قرات، اللي هي خدامه، اللي هي غير الام ديالو، وتبدا يطلب منها اشياء بحال اللي مو كانت تدير. هذا ما يمكنش يصيب الراجل في المراه كل شيء، وما تقدرش المراه تصيب في الراجل كل شيء. خصهم لي زاتونت، شنو تتسنى المراه او الراجل، ينزلوا حيت لا بوزيسيون داتونت، ملي تاخذ هذيك ملي تاخذ داك الوضعيه ديال الانسان اللي تتسنى، تتكون ان بوزيسيون ديال لا ديسيبسيون. اي واحد اللي تيجلس وتيقول انا تنسلم هاد المراه تكون هكا ولا تنسلم هاد الراجل يكون هكا، هذا غلط. ما خصك تسنى من اي حد ولا شيء ولو من ولادك، حيت خصك تكوني انتي انسانه تلاقيتي مع واحد الراجل وبغيتي تبني معاه واحد الطريق، وهذيك الطريق غتبنيوها نتوما انتي بالقصه ديالك العائليه والصغر ديالك، وهو بالقصه ديالو، وغتبنيو شي حاجه ديالكم انتوما اونيك، حيت كل كوبرا هو ان كوبل اونيك. اهم شيء نعودها ونقولها هي الطقوس اللي خصكم تتفقوا عليهم، هما الطقوس. لا تفقتوا على الطقوس، شنو هما طقوس الحياه؟ وتنقول انا دائما الناس متلاقاو وفي اللحظه الاولى ديال الملاقيه، وغتعرف ان انتيا تقدري تحبي داك الانسان ولا هو يقدر يحبك حتى هو، لا ميم شو الراجل والمراه. واحد الخمسه ديال الاسئله ولا سته طرحيهم بلا ما تحشمي، ديرهم غير بالضحك. كيفاش انت بغيتي فين بغيتي تعيش؟ واش في الباديه ولا في المدينه؟ واش خارج المدينه، خارج المدينه ولا في المدينه في وسط المدينه؟ حتى هادو تيكونوا مي تيكون واحد ما فرحاش حيت هو ما كان تتخيل ان غيسكن في وسط المدينه والراجل بغى يسكن في الباديه، غتكون دائما واحد الاختلافات، واحد الخصام على والو، حيت نتوما ما اتفقتيوش عليه هذا في الاول. شنو بغيتي في اصل الزواج؟ تفاهم. كيفاش بغيتي تربي وليداتك؟ على شو؟ على اساس شنو؟ تربيه فين غير وليداتي بغيتهم يمشيو للجامع، الوليدات يمشيو للجامع والبنات تيديروا هكا وهكا وهكا، هذا خاص اساسي، هذا اساسي، شيء اساسي مهم بزاف. كيفاش بغيتي الفلوس ديالك؟ كيفاش تبغي تدفعهم؟ واش تبغي تسافر ولا تبغي تشري الدار وعندك مهمه ان تو كابيتاليز؟ هادو اشياء اساسيه، هاد الطقوس هما اشياء اساسيه. اللي بنيتي الاسره ديالك والعلاقه ديالك ديجا على وفهمت تفهمتي بهاد الطقوس، الاختلافات غيكونوا غير اختلافات يعني كاي كوبل، حيت الكوبل اللي ما عندوش العلاقه اللي ما فيهاش اختلافات، ما علاقه، اذا هاد العلاقه ما فيهاش تواصل، ما كايناش اصلا، ما كايناش هاد العلاقه. نعم، وهو الاختلاف ضروري لان كل واحد وقناعته باش جاي، وبالتالي الاختلافات ضروريه. منها غادي نطرح سؤال يعني لالا ليلى، للاسف اليوم عاود كنقولها في مجتمعنا بدينا كنشوفوا لو تو دو فيولونس غادي كيطلع، نسبة العنف غدا وكتطلع لي للأسف.
ونسبة العنف ماشي فقط غير مع الأغيار مثلا أو مع ناس اللي ما كنعرفوهمش، والناس ما حنا كنشوفوهم مع الوليدات، مع الوالدين، مع الأصدقاء، الخوت، مع الأزواج، يعني كنشوفوا هذه المسألة، كنلمسوها. انطلاقا يعني من الاختصاص ديالكم، انطلاقا من الجانب النفسي اللي كيلعب دور كبير، وللاسف بزاف الناس كيغيبوه، لانه انا في كل مره كنتناقش حول الموضوع اللي كيهم الجانب النفسي كنعاود نقولها، راه الجانب النفسي قد يكون اكثر خطوره من الجانب العضوي. يمكن مشاكل نفسيه تكون اكثر خطوره واكثر يعني صعوبه من المشاكل العضويه، نقدروا انها تؤدي بالانسان لا قدر الله لما لا يحمد عقباه، ولكن للاسف بعض الناس كتهمش هذا الجانب. هذا شنو السبب وراء هذا العنف المتزايد؟ علاش ولا عندنا عادي نضربوا، عادي نتعداو، ولا عندنا عادي نشوفوا واحد كيتعدى على مرا في الزنقه وما كاينش مشكل، وكل مره وانا ما قدرش ندخل، كنشوفوا ولاد كيرميو والديهم للشارع، كيرمي وليداتهم للشارع، تيعنفوا وليداتهم، كيغتصبوا وليداتهم. للاسف كنشوفوا ناس من الناس اللي كتثق فيهم مثلا كيغتصبوا وليدات الى غير ذلك. عارفه بين هذا موضوع هذا موضوع كيدخلوا بعضياتهم، ولكن كاين شي خلل اللي هو مشترك في هذه الصوره اللي ولينا كنشوفوها. الوغ كاين العنف والعنف. العنف الاول اللي تتكلمي عليه، يعني ملي تكون واحد العنف ما بين المراه والراجل، ولا مع ما بين الوالدين مع وليداتهم، هذا عنف اللي تقدر نقولوا في هذا الوقت هذا عنف اللي يقدر يكون ليه مرتبط بهذا الوقت ديال لو كوفيد، وتيكون واحد القلق والتوتر طالع بزاف، و تيكون في واحد الحالة اللي يقدر يكون عنيف مع الأحباب ديالو. وهذا من الأحسن الواحد يمشي يشوف طبيب نفسي اللي يقدر يساعده باش يدوز هذه المرحلة، اللي هي مرحلة صعيبة على كل واحد، مرحلة صعيبة. الله يكون في العوان كل واحد. احنا ماشي سهل هادشي اللي تندوزو، وماشي سهل هادشي اللي تيدوز كل واحد، ولكن من الأحسن ملي تحس إن العنف ديالك والتوتر ديالك، إن كان في عندك واحد التغيير اللي هو ما خصكش تقبله، من الأحسن خصك تشوف واحد طبيب نفسي. هذه من أول شيء. وثاني شيء، الأشياء اللي تكلمتيها ليها قبل بعد، هي أشياء هذا عنف مرضي. مرضي ما عندوش علاقة بالتوتر لا بالقلق، هذا مرضي. هادو الناس خصهم يشوفوا طبيب نفسي من تتكون من واحد من الصغر ديالهم، تكون عندهم واحد تعيشوا واحد المرحلة صعيبة بزاف اللي تقدر تديهم لهاد العنف مع عائلتهم ولا مع الغير اللي هو قوي في واحد لونيفو عالي بزاف. وهاد الناس بعض المرات تيخصهم يكونوا يعني ينعسوا في لوبيتال باش تكون عندهم واحد لاكومبانيمون كومبلي، حيت تيكون عندهم مرض. وهذا ماشي غير شي حاجة اللي هي غير دابا وقعات لهم، تيكون شي حاجة اللي هما هازينها من الطفولة ديالهم اللي خصهم يعالجوها. نعم. لالا ليلى، يعني بالنسبة ليك الناس اللي عندهم خوف من التعبير عن المشاعر، عندهم ضعف التعبير عن المشاعر، عندهم مشهد تخربيق اللي كتقولوا نتوما دابا نعبروا على المشاعر، ويمكن احيانا تكون التعليقات ديالهم اكثر قساوه، ايوا صافي ما لقيت ما ندير، انا نجي نقول لها راه كنبغيك وكنموت عليك وكذا. وهادي شنو هو الحل باش يحلوا هذا القفل اللي هما سادينه، حيت عارفين باللي الداخل ديالهم فيه شي حاجه ولكن مصرين على انهم يغيزيستيو. انا نقدر نقول ان هاد الناس هادو ما هما غير انسان عادي، انسان عادي لا بلوكا المشاعر ديالو ما عبرش عليهم، غيخرجوا في حاجه في اشياء اخرى اللي تقدر انت ما تعجبكش. تقدر تخرج بالقلق، تقدر تخرج بالتوتر، تقدر تخرج شي حاجه اخرى اللي ما غتعجبكش تعيلي. اما لا تعلمتي ولا قدرتي تعبر على المشاعر ديالو، نقدر نعطيك واحد التمرين، تبدا غير بشي حاجه بسيطه، تشوف فيلم وتقول شنو حسيتي،
ثم الإحساس ديالك، ومن بعد شوية بشوية، وخصك تكون مع إنسان اللي غيبقى فالوغيزي، غيهتم بهذا التعبير ديالك. ولهذا اللي غنقول لك المفتاح هو عند الأم، الأم والأهل. وأول شيء هي الأم، ملي غتخلي ولدها يعبر على المشاعر ديالو، ولا بكى ولدها غتقول له عندك الحق ولدي تبكي، فهمتك، انت تتحس براسك مقصح حيت تقصحتي في هاد الاشياء واشياء، وفهم لي علاش تتحس براسك مقصح، وتعطيه ودنيها وتصنت له وتعطي لا فالور، تهتم بهذا الكلام اللي غايقولها. غايقدر داك الوليد ملي غايكبر غيتلاقى مع امراه ويقدر يعبر على المشاعر ديالو بواحد السهوله، واحد يعني ويعتبرهم واللي فالوريز، هذا هو الاهم شيء، فالوريزي هذاك الكلام. مي انت الام ديالك هي لو بروميير ريلاسيون دامور، سي لاتاشمون اول اللي عندك في الحياه ديالك هي الام ديالك. تتكون الام تترضع ولدها، كاين واحد جبر للحمي، تتكون واحد المرأة الأم تتهز ولدها هكا وكين تشوف فيها وهي تتشوف فيه، كين واحد لغولاسيون، واحد لكونيكسيون اللي هي اونيك. وهذيك الأم اللي دارتك لكونيكسيون اونيك مع ولدها، مني غايبدي يكون 3 سنين و 4 سنين و 5 سنين و 6 سنين وغايبدي يبكي ويقول شي حاجة، خصها تهتم بذاك البكاء وتهتم بذاك مني غايعود لها شي حاجة. ما تقولش انت ولد ما خصكش تبكي، ولا انت إيه ولدي عبر عندك الحق تعبر، وتخليه يكون صحيح في أشياء اللي هي أهم من التعبير، خليه يكون صحيح ما يكون غيقرأ وتعطيه القوة باش يقرأ باش يكون راجل، تعطيه القوة بالأشياء أخرى في الحياة. أما التعبير على المشاعر هي سيتون فورس، هذه صحة اللي تتعطي لولدك باش تصيب واحد العيشة مع المرأة ديالو مع الجوزة ديالو عيشة مريحة، عيشة اللي هي تذك المرأة ما غتكون عندها راجل اللي تعبر على المشاعر وتقول لها كلام لطيف، غتعطيه واحد بلاصة والأهمية. نعم. لا لا لا، شنو جوابك على الناس اللي كيربطوا الحب بالمستوى المادي والمعيشي؟ وكنا ما يمكنش مثلا ما عنديش وظروفي صعيبه وجي تقول لي انا خاصني نحب ونعبر وانا مضربغي مع الزمان والوقت، هادشي يخلي للناس اللي عندهم امكانيات وكذا وكذا وكذا. شنو هو جوابك؟ ما هي العلاقه ما بين الحب والفلوس؟ ما فهمتش انا شنو هي العلاقه ما بين الحب والفلوس؟ كل حاجه بلاصتها. كاين الناس اللي عندهم الفلوس اللي ما صابوش كيفاش يحبوا، ما عندهمش لا شانس يعني ما صابوش باش يحبوا ولا شي واحد غيحبهم. وكاين الناس اللي ما عندهمش الفلوس وصاب عاشوا واحد قصه حب اللي هي ممتازه وغزاله وزوينه وفيها جميع الاشياء ايجابيه. ما كاين حتى شي علاقه ما بين الفلوس والحب. لا لا ليلى، النقاش معاك زوين بزاف، سافرت معاك اليوم، مشكورة على كاع هاد المعلومات اللي تقاسمتيها معنا. ولكن قبل ما نختم لقائي معاك اليوم، نبغيك تقولي لنا يعني رسائل مباشرة للناس اللي كيتابعونا، ربما دي ميساج اللي انت مازال بغيتي تقوليهم، او الاشياء اللي مازال خاصنا نعرفها وحنا كنتكلموا على هذا الموضوع اللي للاسف كيشكل عائق عند البعض، واللي هي فرصة باش يشجعوا الناس على انهم يربيوا وليداتهم على الحب. ألوغ الكلام اللي غنعاود نقولوه هو، أنت كأم وأنت كأب اهتم بالطفل ديالك وخليه يعبر على المشاعر ديالو، سيكسبريمي يعني الكلام، وتخليه يتكلم بواحد السهولة اللي غيخليه حتى هو ملي غيصيب الخدمة ديالو. بحال دابا شي واحد غيقدر يخدم أحسن شيء، غناخذ إنسان اللي تقدر يعبر، لا إنسان اللي تبقى هو عنده ديبلوم ديال الانجينيور وكان برومي دو سا بروموسيون وما تقدرش يعبر على مشاعر ديالو. دونك ساعدوا وليداتكم وقولوا لهم إن مكلو يبكي، مكلو يقول أشياء اللي هي اللي كنتوا تعتبروا إن أشياء ديال البنات، هذه أشياء ديال الإنسان. كإنسان ممكن لك تحب، كإنسان ممكن لك تبكي، كإنسان ممكن لك تقول لخوك أو لأمك أو لخالتك أو لجداتك
انك تتحبها. هذا شيء بسيط وشيء مريح جدا وغني كثير بالكلام وبالاشياء الايجابيه. الله يعطيك الصحة، مشكورة جزيل الشكر لليلى العمراني، أخصائية نفسية مختصة في العلاقات الزوجية، واللي بطبيعة الحال يمكن لكم تتابعها عبر الانستغرام ليلى العمراني. ألوغ ليلى ال او اي ال ا ال او ال عمراني ا ام ا ار ا ان اي فوالا العمراني، يمكن لكم تتابعها وتتبعوا مجموعة من النصائح ديالها. مشكورة جزيل الشكر على هذه المشاركة الطيبة ديالك لليلى، حتى كنت نلقاو إن شاء الله فرصة قريبة بإذن الله. بارك الله فيك. نشكرك بزاف، وأنا فرحت بزاف كيف قدرت نعبر على هذه الأشياء اللي هي مهمة بزاف، وتنشكرك بزاف، وإن شاء الله عن وقت قريب إن شاء الله بإذن الله ضروري. ختاماً الله يحفظك لالا خطيك، ختاماً مشاهدينا الكرام، خلقنا على هذه الأرض فرحاً، وأكيد أنه الحب مصدر للفرح. ماشي عيب نعبر على مشاعري، ماشي عيب نقول كان بغيك، كان حماق عليك، كان موت عليك، محتاجك. ماشي بالعيب أنني نعبر بهذه المشاعر، ماشي غير ما بين الرجل والمرأة، وإنما هذه المشاعر نقدر نعبر بها على المحبة ديالنا تجاه وليداتنا، والدينا، أصدقائنا، ناس اللي مهمين في حياتنا. إحنا ما تخلقناش فرادة، يعني كل واحد فينا بوحده، تخلقنا أمة لتعارفوا، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وبالتالي احنا تخلقنا باش نعرفوا بعضياتنا ونقلبوا على بعضياتنا ونعاونوا بعضياتنا ونساندوا بعضياتنا، وهادشي كلشي حب. فما يمكنش اننا نجيو اليوم ونلغيو هذه المشاعر النبيله اللي يمكن انها تعطينا واحد الطاقه ايجابيه وتعطينا واحد الراحه نفسيه. ماشي عيب انني الا خرجت من داري وقدرت نعاون واحد الانسان كبير في السن، واخا غير ندوزوا من الطريق ونقطعوا الشانطي، راه حتى هذاك حب. واحد الوليد صغير اللي لقيته في الشارع ومحتاج لشي حاجة ومديتها له، حتى هذاك حب. تلقيت مع واحد الإنسان اللي قدر العاطفة ديالي وقدرت العاطفة ديالو ونشأنا أسرة، فهذا حب. نحترم والدي ونقدرهم ونحبهم لأنهم داروا مجهود كبير باش نكون اليوم إنسان، فهذا حب. نعطي هذا الحب لوليداتي ونربيهم على أنهم عمرهم ما يكون عندهم الكبت للمشاعر ديالهم، يكون دائما عندهم الوضوح في مشاعرهم والحاجة اللي يحسوا بها يصرحوا بها، فهذا قمة الحب. وأول حب في حياتنا راه حب الله سبحانه وتعالى. ربي خلق علاقة حب بيننا وبينه، يعني عندنا واحد العلاقة اللي المفروض أنه نفكر فيها بعمق. الله سبحانه وتعالى جعل منا عباد اللي كنحبوه، اللي كنتقربوا ليه، اللي كنتوددوا ليه، ومشي بحاجة لذلك، ولكن رحمة بنا حنا، حيت عارف بأنه حنا كبشر محتاجين للحب. هذه الأمور هذه كلها الناس كتلقاها وكتلمسها في الواقع اليومي، ولكن أحيانا كنرفضوا أننا نعبر عليها وتلقاها وسبب باش نرفضوها. عفاكم ما فيها بس، إلا كانت الإمكانية ديال أنني نعبر على ما بداخلي مع الناس اللي قراب عليا واللي بعاد مني، ما فيها بس، حيث الخير في الابتسامة وفي المحبة وفي الخير. تحية كبيرة لكم وشكرا جزيلا لكم، وكنوجه تحية لهشام أبو زروان رافقنا اليوم في الإخراج، وبكل حب كنودعكم على أمل لقائكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم. دمتم في رعاية الله، تصبحون على خير، وإلى اللقاء.